ها حبيبتي نور، ماما اليوم دخلت لنا مول الإسلامية شرحت لنا عن الحجاب وعن الملابس، بس أنا ما افتهمت الشروط. قصدي الشروط الملابس؟ إي ماما. شوفوا حبيبتي نور، أول شي أن تكون الملابس ساترة للبدن وما يظهر شي من الجسم. ثاني شي تكون الملابس مو شفافة وما بها عطور جذابة ولا تشبه ملابس الرجال. ثالث شيء أن تكون الملابس واسعة وما يبين شيء من الجسم. افتهمتي حبيبتي نور؟ اي ماما افتهمت. صانع حايرة باكر شلبس بحفل التكليف. شوفي نور حبيبتي، حضرت لك مفاجأة كلش حلوة باكر. صدق ماما شكرا حبيبتي نور. الله شنو هاي المفاجأة الحلوة، وهم أنا ذن الملابس كلش حلوات علي. الله نور اليوم كلش طالعة حلوة وملابسك مختارة تنصح، بس شنو رأيك لو شوية تطلعين من شعرك تكونين أجمل بعد؟ يعني راح أكون أحلى وحدة بصديقاتي؟ جربوا وشوفي. الله ماما إيش قد حلوة طالعة، تخبلين مثل الأميرة. بس شنو تطلعين شعرك؟ إي ماما ما أدري إيش يعجبني. لا ماما هذا مو صحيح، انت هسه وصلتي مرحله سن التكليف ولازم تلتزمين بالحجاب الاسلامي، وانت تكونين حريصه على نفسك وعلى جمالك. اسفه ماما بعد ما اسويها. واهم شيء واحد يسمع كلام الاكبر من عنده ويستفيد من النصيحه. يلا حبيبتي خل نروح حفل التكليف. انطلق مشروع الورود الفاطمية بنسخته الأولى سنة 2017 بتوجيه من قبل سماحة المتولي الشرعي السيد أحمد الصافي، وذلك تطبيقاً لرؤية العتبة العباسية المقدسة باحتواء فتياتنا العزيزات ووضع خطة لاقتداء بناتنا وتلميذاتنا العزيزات في مدارس مديرية تربية كربلاء على نهج السيدة الزهراء عليه السلام. حجابي قوتي، فرحة لأم وأبي، أحب حجابي، بحجابي أقيم صلاتي، تكليفي رحلة عبادة، أهدي فرحة تكليفي إلى الإمام المهدي، حجابي هدية إلى الإمام المهدي. ربيع العمر يطرق الأبواب لهؤلاء التلميذات اللواتي شارفت أعمارهن على التسع سنوات، وبذور الخير فيهن تنبت نباتا صالحا مثمرا. الوقت قد حان لتلون البراعم النقية صفحات الحياة بأجمل ألوان الحياء والعفة الفاطمية، متخذة من نور البتول هداية لها. توسم المشروع بعنوان مشروع الورود الفاطمية بالتزامن مع مولد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليه السلام في سنته الأولى، واستمر لسنوات من العطاء والمثابرة والعمل بالتعاون مع المديرية العامة لتربية كربلاء إلى أن بلغ عدد المكلفات إن شاء الله لهذا العام 14,958 تلميذة. بدأ هنالك تعاون كبير ومثمر بين العتبة العباسية المقدسة والمديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المقدسة. هذا التعاون في مجالات عدة، ومنها هذا المشروع، مشروع الكبير جدا، مشروع تكليف
الطالبات من بلغنا سن التكليف. هذا المشروع حقيقة برعاية كريمة من لدن السيد المتولي الشرعي العتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي، الذي واكب ودعم وتابع بشكل كبير جدا هذا المشروع. المشروع حقيقة بدأ من 2017 ولحد الآن عدد المستفيدين طالباتنا من هذا المشروع في تزايد مستمر، حيث بلغ من عام 2019 350 طالبة، والآن وصل إلى أكثر من 4000 طالب. جاءت فكرة إطلاق مشروع الورود الفاطمية بهدف إشعار الفتيات بأهمية هذه المرحلة الانتقالية وتعريفهن بمسؤولياتهن وواجباتهن الشرعية والتقيد بالأحكام السماوية التي تتوزع بين علاقة المكلفة بربها عز وجل المترجمة بالصلاة والأعمال العبادية الأخرى وبين علاقتها الشرعية بالمجتمع. يستمر العمل بهذا المشروع لأربعة أشهر متواصلة، أشهر متواصلة من التبليغ المستمر لتعليم بناتنا العزيزات قراءة سورة الفاتحة الصحيحة، تثقيفهم على معنى التكليف والرسائل السامية من خلال هذه الأمور المهمة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي السنة النبوية وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. صدق الله العلي العظيم. تعمل جميع أقسام العتبة العباسية المقدسة بتوجيه من مكتب سماحة المتولي للشؤون النسوية لإدارة هذا الحفل وهذا البرنامج وهذا المشروع التبليغي الكبير بشكل تام وإخراجه بصورة تتناسب مع حجم التكليف الشرعي لهذا المشروع. هذا المشروع حقيقة منذ بدايته ولحد الآن كان نجاحه باهرا وكبير جدا، وانعكس على كل تصرفات بناتنا حيث متابعتنا في مدارسنا المختلفة، ووجدنا أن هنالك تأثيرا كبيرا ابتداء من يوم التكليف إلى ما بعد ذلك. حقيقة هذه الجهود جهود كبيرة تحتاج إلى متابعة مستمرة من قبل كل كوادرنا، سواء كانت أخواتنا في قسم الخطابة المتابعات بشكل كبير جدا لهذا الموضوع، ولديهن الثقافة الكافية في توعية هذا العمر. تعمل شعبة الخطابة الحسينية النسوية في العتبة العباسية المقدسة كخلية نحل لإطلاق النسخة السادسة من حفل سن التكليف الشرعي للفتيات، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العراق. ويشمل حفل تكليف النسخة السادسة 4375 تلميذة موزعة على أكثر من 88 مدرسة في محافظة كربلاء المقدسة. ويبلغ عدد المستفيدات من مشروع الورود الفاطمية طوال السنوات الست السابقة أكثر من 14958 تلميذا.
أما بقية المشاريع التي تهتم بها العتبة العباسية وبالخصوص شعبة الخطابة الحسينية النسوية، منها مشروع الموعظة الحسنة التبليغي الذي يشمل التبليغ في القرى والأرياف والمناطق النائية والمحتاجة للتوجيه والإرشاد، ومشروع حاملة الرسالة الزينبية التبليغي المقام أيضا بالتعاون مع مديرية تربية كربلاء، والعديد من المشاريع منها مشاريع الدورات الصيفية ترعاها شعبة الخطابة الحسينية النسوية لتكون إن شاء الله كلها رسائل ذات فائدة وذات قيمة كبيرة تصل إلى بناتنا وأخواتنا العزيزات في مختلف مناطق كربلاء. خرجت مستورة حي خطاها، زادها التحجيب تشريفا وجاها، أخذت من سورة الأحزاب حكما، لا تبرجن فلبت من دعاها. حجابي هو امتداد لحجاب السيدة زينب عليها السلام. حجابي على رأسي يجعلني جميلة. حجابي احتراما لمرجعيتنا الرشيدة. حجابي على رأسي يجعلني مثل الملكة بتاج العفة والوقار. حجاب سعادتي. تكليفي هو طاعة لأمر الله. حجابي يسترني ويجعلني قوية. حجابي هو مواساة لسيدتي رقية. ما بعد ذلك ليست الفعالية فقط في سن التكليف، وإنما ما بعد ذلك، كيف نثقف هذه البنت الصغيرة على ما ستكون عليه، وما هي الأمور الواجبة عليها، وما هو سن التكليف، وكيف ستكون إنها ممثلة بل تمثل الزينبيات وتمثل مبدأ سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام. طبعا تركز العتبة العباسية بشكل كبير لدعم الثقافة الاجتماعية لجميع الفئات في المجتمع النسوي، من حيث إقامة العديد من المشاريع. كل شعبة من الشعب النسوية تتبنى برنامجا ومنهجا معد مسبقا لتغطية جانب من جوانب حياة المرأة ومسيرتها، لتكون إن شاء الله على نهج السيدة الزهراء حسب رؤيا سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية وإرشاداته وتوجيهاته المستمرة لنا كمسؤولات شعب. زهور غرست في رياض الإسلام لتكون عطرا وسكنا، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، فأرقن بالبشر والنور مفتخرات بيوم بلوغهن سن التكليف بإطاعة فرائض الشريعة السمحاء واجتناب نواهيها. هؤلاء هن الورود الفاطميه.